يوجد في بعض البلاد من يقسم التوحيد إلى 4 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، ما هو رأي فضيلتكم في هذا التقسيم؟ التقسيم الذي عليه العلماء والذي في كتب العقائد سلفا وخلفا، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، لا يفرد حاله، هو داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية. على كل حال هو داخل، فلا يفرد بقسم مستقل. هذا أمر لم يكن من عمل أهل العلم، وليس هو موجود في كتب العقائد، بل من العلماء من يجمل ويقول توحيد قسمة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العبادة، فيجمل في قسمين. ومنهم من يفصل يقول 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فيفصل توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه حصل فيه نزاع وحصل فيه مخالفات عند المعطلة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة، فيفرد من أجل الرد عليهم. أما أنه يؤتى بقسم الرابع، هذا ما هو معروف عند العلماء. وأيضا هذا تحصيل حاصل، لأنه داخل في توحيد الألوهية، لأن تحكيم شرع الله عبادة لله عز وجل، فهو داخل في توحيد الألوهية. نعم.